مرحبا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم في حلقه جديده من اقتصاد الناس، ناخذكم في جوله حول ابرز المسندات والاحداث الاقتصاديه على الساحه الوطنيه. البدايه بالعناوين. الامارات تضارب باسعار المواد الغذائيه في محافظه سقطرى. مزارعو النخيل في سقطرى يشكون انخفاض انتاج التمور. وزارة الكهرباء نحو 50% نسبة العجز في توليد الطاقة الكهربائية. وقضيتنا لهذا الأسبوع، اليمنيون منسيون في الهدنة، أسواق تتمسك بالغلاء وأزمات مشتعلة. حياكم الله. تقوم الإمارات بالمضاربة بأسعار المواد الغذائية الأساسية في محافظة أرخبيل سقطرى وسط أزمة خانقة تعيشها المحافظة في المواد الغذائية منذ دخول موسم الرياح مطلع شهر يونيو المنصرم، وسط غياب تام للمجلس الرئاسي والحكومة. وأكدت مصادر محلية في محافظة سقطرى أن الإمارات أرسلت مواد غذائية بدعوى المساعدات الإنسانية ثم قامت بتخزينها في مخازن سرية والمضاربة في السوق لجني مزيد من الأرباح على حساب المواطنين. ذا وتحتكر الإمارات السوق في محافظة سقطرى عبر شركات ومؤسسات خاصة تابعة لها، وتتاجر في معظم السلع والخدمات بما فيها الكهرباء والمشتقات النفطية، وتفتعل أبوظبي أزمات متكررة لنهب أبناء سقطرى بهدف استنزافهم وتركيعهم بلقمة العيش. بغض ذلك، شكى مزارعو النخيل في أرخبيل سقطرى من انخفاض غير مسبوق في إنتاج التمور يصل إلى النصف مقارنة بإنتاج العام الماضي جراء موجتي الجفاف التي تشهدها المحافظة. وقالت مصادر محلية في سقطرى إن بعض المزارعين اضطروا إلى جني المحصول قبل نضجه لحماية أشجار النخيل من الموت بسبب الجفاف الشديد الذي تشهده الجزيرة. وتسبب الجفاف بخسائر كبيرة لقطاع واسع من المزارعين من أبناء سقطرى الذين يعتمدون على زراعة النخيل كمصدر وحيد للدخل في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية تشهدها المحافظة جراء انقلاب ميليشيا الانتقال المدعومة إماراتيا على الشرعية قبل عامين. أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون من الجوع في اليمن، بما في ذلك أكثر من 160 ألف شخص على حافة المجاعة. وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال الناطق الرسمي ستيفان دوغاريك للصحفيين أن زملائهم العاملين في المجال الإنساني أفادوهم أن الجوع وصل الآن إلى أعلى مستوى له في البلاد منذ عام 2015، وأشار إلى أن خفض التمويل يعوق القدرة على مساعدة المحتاجين، مشيرا إلى خفض برنامج الأغذية العالمي الحصص الغذائية لملايين اليمنيين. وقال دوغاريك إنه خلال الشهر الجاري قد تضطر اليونيسف إلى تعليق عملها في مجال توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي لما يصل إلى 3,600,000 يمني. قال وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات إن هناك عجزا كبيرا في توليد الطاقة الكهربائية تقدر نسبته بنحو 50%، حيث تبلغ الأحمال في مدينة عدن خلال الصيف نحو 650 ميجاوات يقابلها توليد نحو 300 ميجاوات فقط. وأكد وزير الكهرباء وجود فاقد في التيار الكهربائي بنسبة 30%، مؤكدا أهمية الحد من التكاليف الباهظة التي تنفقها الدولة لشراء الوقود من أجل تشغيل الكهرباء والبالغة نحو 100 مليون دولار شهريا، خصوصا أن 80% من محطات الطاقة تعمل بالديزل. ويشهد عدد من المحافظات المحررة انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي تشكل عبئا كبيرا على الناس والقطاع الخاص، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات قياسية في هذا الصيف. دشنت جمعية البدر النسوية بمنطقة بور في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت مشروع التمكين الاقتصادي لتعزيز قدرات النساء المزارعات ضمن دعم حقوق المرأة والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بالشراكة مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ويستهدف المشروع على مدى شهرين 30 مزارعة بمنطقة بور في مديرية سيئون. ويهدف التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في القطاع الزراعي من خلال تدريبهن
على سبل عيش أخرى، وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية مكثفة في مجال صناعة الأغذية وسبل إدارة المشاريع الخاصة، مع توزيع منح مالية لعدد من النساء المزارعات وتنظيم بازار لعرض منتجات تلك الأسر. أقر اجتماع موسع في محافظة مأرب تشكيل لجنة تفتيش ميدانية على السلع الغذائية الأساسية في الأسواق وفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط الوضع التمويني والأمن الغذائي بالمحافظة. وناقش الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين والغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة وعدد من تجار بيع الجملة في المدينة الوضع التمويني والغذائي بالمحافظة والآلية التنفيذية لمنع الاحتكار والغش وتلاعب ضعاف النفوس بأقوات الناس، خاصة مع قدوم عيد الأضحى. وخلال الاجتماع أكد وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على الأمن الغذائي وضمان جودة السلع الغذائية ومنع بيع وشراء وخروج المواد الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي ومصادرة الكميات الموجودة منها في مخازن التجار وتوريدها إلى الوحدة التنفيذية للنازحين، وذلك لتوزيعها على المستحقين الذين لم يشملهم البرنامج. إذن مشاهدينا، الآن نستعرض متوسط أسعار بعض الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية خلال هذا الأسبوع. ملايين اليمنيين أصبحوا غير قادرين على شراء اللحوم حتى في عيد الأضحى بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب. فأسواق بيع الماشية تشهد عزوف غالبية المواطنين عن شراء الأضاحي، حيث أصبحت الأضاحي واللحوم في متناول تجار الحروب وقلة قليلة من الميسورين. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا الاستطلاع ثم نعود. بالنسبة للأضاحي هذا العام والعام الماضي بصراحة الأسعار غير مقبولة، مرتفعة جدا. إذا بنتكلم عن الأضاحي والأسعار بشكل عام لكل شيء، يعني المواطن أصبح عبء كثير عليه، ما هو قادر يشتري. في ارتفاع في الأسعار الأغنام على السنة الماضية، في أكثر بزيادة الأسعار وزيادة الصرف، زيادة كل شيء. أسعار الأغنام يختلفن، في نوع العنوز هذيل الكبار بتعن ل 250، بتعن في بعضهم نوع الزيان السمان كما هذا النوع، وفي نوع ثانيات من الأغنام الربع ديلة بتعمل 150 130، في نوع بعضهم 180، يختلف في سعر العرار ديلة. كتنا الأصغر نوع ديلة تيوس صغار هذيلة يبتعمل 100 120. والله هذه السنة الأسعار مرتفعة زايدة، يعني زي المواطنين هذه السنوات اللي مضت كانت الأسعار ناقصة، يعني راس يطلع ب 120 100 ألف 90، يعني المواطن يقدر يشتري له راس يضحي به. أما السنة هذه ماشي الراس يطلع ب 200 220، يوصل ل 300 حق أضاحي، يعني أسعار جنان. والله هذا العام لا نشتري أضحية، الأسباب يعني إنها غالية، يعني ارتفاعها إلى يعني 80%، وكل الشعب يعني يمكن يضحي بحبة دجاج هذه الأيام، يعني ما يقدر يعني يشتري الكيلو اللحمة، راتبها 60 ألف أو 50 ألف، فين يوديها؟ ما تجيب له كيس الرز ولا كيس دقيق. الضحايا غالية والناس ما عندها مقدرة لها، بسبب ضعف الصرف بينهم ضعف، والغلاء حق المواد الغذائية ولا حد قدر الناس، والرواتب ما عاد جاء من 6 أشهر من 7 أشهر ما جاء. اشتريت أضحية لهذا العام؟ والله احنا الآن ندور في الأسواق، الأضحية اليوم أنا درت في سوق لودر، الأضحية غالية جدا بالنسبة للمواطن، كالمواطن ما يقدرش، ولكن احنا الأطفال بالنسبة للعائلات الأطفال الآن يقولوا اشتري يا أبا اشتري، لكن إن شاء الله أنا بشتري، لكن الواحد يكلف 300 ألف 250 ألف. ارتفاعها بالقلل المعيشي، يعني كون المزارع هذا المربي للأغنام يدفع الكثير. طيب هل هناك إقبال من مواطنين على شراء الأضاحي هذا العام؟ نسبة 50% للحالة المعيشية، أرى كثير ناس يمكن هذه الشعيرة قد تنتهي. والله في هذا العام نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن اليمني عامة في اليمن، أرى أن هناك غير إقبال بنسبة كبيرة، يعني قد نصل الإقبال إلى أقل من 70%. إذن وقبل الذهاب إلى مناقشة قضية حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا، نستعرض متوسط أسعار الصرف للريال اليمني أمام العملات الصعبة ومتوسط
سعر الذهب خلال هذا الأسبوع. كان الأمل يمني المواطنين بإصلاح الهدنة الأممية للأوضاع الاقتصادية المعقدة في البلاد، لكنهم بعد مرور 3 أشهر لم يلمسوا أي تغيير في أوضاعهم المعيشية، وتبخرت وعود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالمن والسلوى، وحدهم تجار الحروب من يجنون المكاسب. مشاهدينا، نذهب لمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش. آمال كبيرة علقها اليمنيون على الهدنة للتخفيف من معاناتهم جراء التدهور الاقتصادي والصدمات المتفاقمة، إلا أن ذلك يبدو بعيدا إثر مرور 3 أشهر من بدء أول هدنة مطلع أبريل الماضي. فنار الأسعار كحرب حقيقية يواجهها المواطنون لم تخمد بل ازدادت لهيبة، ورواتب مئات آلاف المواطنين المنقطعة لم تصرف، وطرق رئيسية لم تفتح، والخدمة العامة في تدهور مستمر، والريال اليمني عاد مجددا إلى الانهيار. وخلال فترة الهدنة ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بنحو 6% وسط أزمات متكررة، وتكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء زادت بنسبة 10% بحسب تقارير اقتصادية، رغم الارتفاع الكبير في نسبة واردات الأغذية والوقود إلى الموانئ المحلية. وحتى المساعدات الإنسانية التي قالت الأمم المتحدة إنها ستنهال على اليمنيين خلال الهدنة شهدت تراجعاً مخيفاً، إلى درجة أن برنامج الغذاء العالمي أكبر برنامج أممي قرر تقليص المساعدات الغذائية لليمن إلى أكثر من النصف. تقول الحكومة إن المواطن لم يشعر بالتحسن الطفيف الذي تحقق بسبب التضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب الروسية الأوكرانية، لكن الحكومة تتجاهل مسؤولياتها في تنظيم الأسواق والحد من الأرباح الفاحشة للتجار والضغط على التحالف السعودي الإماراتي لإعادة تشغيل مصفاة عدن ومعالجة الاختناقات في الوقود باعتباره أهم سلعة. ولا تزال ميليشيا الحوثي ترفع شماعة العدوان رغم انحسار العمليات العسكرية، وكان يتوجب عليها الكف عن تحميل خصومها المسؤولية وتخفيف معاناة الناس من خلال دفع المرتبات وفتح الطرق وخفض الضرائب والإتاوات البيضاء، بينما تمضي الأمم المتحدة نحو تمديد آخر للهدنة الحالية قبل أغسطس المقبل، وتتجاهل أنها لم تحقق فوائد ملموسة لليمنيين، ووحدهم أطراف الصراع من يحققون مصالحهم الخاصة ويتقاسمون الأموال والموارد. كل يوم يمر تلتهم فيه الأزمات المعيشية والاقتصادية ما تبقى لدى اليمنيين من دخل ومدخرات، وتتآكل القوة الشرائية للأسر بشكل كبير، والهدنة غير كافية لإسكات فوهات الجوع وأزيز الغلاء، وربما ازداد الوضع تعقيداً. إذن وللنقاش أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا نستضيف معنا عبر الهاتف عبد الواحد العوبلي باحث في الاقتصاد اليمني. أستاذ عبد الواحد، أهلاً وسهلاً بك معنا في اقتصاد الناس. مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا بك. علق اليمنيون استاذ عبد الواحد امالا كبيره على الهدنه الامميه للتخفيف من معاناتهم، الكل يعلم بسبب التدهور الاقتصادي والصدمات المتفاقمه، الا ان ذلك يبدو بعيدا بعد مرور 3 أشهر من بدء الهدنه. اين تكمن المعضله استاذ عبد الواحد؟ المعضله واضحه في انه الهدنه كان مفترض ان تخفف مثلا من مشاكل الانتقال بين المدن اليمنية، مثلا فتح المعابر في تعز وتمكين المواطنين من التحرك بحرية داخل وطنهم، وهذا كان سيؤثر بشكل إيجابي على أسعار النقل، وبالتالي سيخفف من قيمة أو تكلفة السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين. لكن ما حصل هو أن الهدنة لم تتمكن من فتح المعابر مثلا في تعز، و بالتالي المشكلة استمرت، وعلى العكس أصبحت أكثر تعقيدا، والتكلفة أصبحت أكثر بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المشتقات النفطية دون أي اعتبار لوضع
الانهيار الاقتصادي الحاصل في اليمن والذي يتأثر به المواطنون بشكل مباشر. المبعوث الأممي قال أن الهدنة موجهة للشعب وليس للأطراف، في الواقع نرى أنها وجهت لأمراء الحرب فقط، هم من يحققون مصالحهم الخاصة. ما هي الخطوات المطلوبة لانعكاس هذه الهدنة على إصلاح الأوضاع الاقتصادية؟ منذ البداية ومع هذا المبعوث الأممي وما سبقه من المبعوثين الأمميين يتضح لنا بشكل واضح وجلي أن هؤلاء المبعوثين الأمميين هم موجودين لضمان استمرار الحرب وتمكين أمراءها من الحصول على منافعها وتمكينهم من استمرار الحرب وإبقاء الشعب اليمني ضعيف وفقير وممزق نعم. وغير قادر على استعادة الدولة والقضاء على الميليشيا. ما الحل للخروج من هذا المأزق؟ الوضع الطبيعي أن يتم فتح المعابر بشكل فوري وعاجل لتمكين المواطنين من التدخل بحرية داخل وطنهم وتسهيل عملية انتقال السلع والأغذية إلى الناس وبالتالي يخف من وقت تكلفتها وأسعارها التي تصل إلى المواطنين بأسعار أغلى حتى من مثيلاتها في الدول الغالية نسبيا. وعليها بدون فتح المعابر وبدون تمكين المواطنين من التحرك بحرية داخل وطنهم فهذه الهدنة لا قيمة لها وليست أكثر من فرقعة إعلامية ونفقات نعم يصرف على المندوب أو المبعوث الأممي وغير ذلك. ومن يستفيدون من الحرب؟ الحكومة عللت ذلك أن المواطن لم يشعر بالتحسن بسبب التضخم العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، بينما هناك تقارير تقول أن الارتفاعات السعرية أكثر بكثير من هذا الارتفاعات العالمية. السؤال هنا، هل هذا مؤشر على فوضى عارمة مثلا في الأسواق؟ ومن المسؤول؟ الحكومة دائما ما تجد عذار واهية وغير حقيقية لفشلها وعجزها وفسادها. كما ذكرت في التقرير، من الطبيعي أن تقوم الحكومة بالسيطرة على نفقاتها عبر مثلا تشغيل مصافي عدن وتوفير مليارات الدولارات من قيمة المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج والتي تضغط على الريال اليمني وتسبب هذا الانهيار المستمر. وفي الجانب الآخر تتمكن الحكومة من السيطرة على مواردها الاقتصادية من نفط وغاز وموانئ ومطارات، وبالتالي تتمكن من مواجهة نفقاتها وتقوم بأداء عملها وتقديم الخدمات والواجبات الأساسية تجاه المواطنين. ولكن شماعة الحرب الأوكرانية هذه كانت الشماعة الجديدة التي استخدمتها الحكومة وليست أكثر من غطاء تحاول بها الحكومة أن تخفي أو تبرر به عجزها وفشلها وفسادها. أسعار الوقود الآن في ارتفاع مستمر والعملة كذلك ارتفعت رغم الانخفاض الذي كان في بداية الهدنة، وزاد هذا من سوء الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. أنت ذكرت مصفاة عدن، كيف ساهم مثلا إيقاف مصفاة عدن من تدهور هذه الكارثة في ارتفاع المشتقات النفطية؟ بحسب تقارير للبنك المركزي اليمني في سبتمبر 2021 فاليمن كان من المفترض أنها تستورد بحوالي 2.7 مليار دولار أمريكي مشتقات نفطية فقط. هذا كان قبل الأسعار، قبل زيادة الأسعار أسعار النفط العالمية، لكن بعد زيادة أسعار فربما يصل هذا المبلغ إلى 3.5 ربما إلى 4 مليار دولار. هذه المبالغ كلها تخرج من اليمن وتسبب زيادة الطلب على العملة الصعبة وبالتالي إضعاف الريال اليمني في المقابل، بينما المنطق والطبيعي أننا دولة نفطية ما حاجتنا إلى استيراد مشتقات نفطية ونحن دولة نفطية. نعم. من المفترض أن هذه المشتقات يتم توفيرها محليا مثلما كانت طول عمرها طوال 30 أو 40 أو 50 سنة الماضية يتم إنتاج
النفط أو تصفيته في مصافي عدن وتغطية السوق المحلية بشكل كامل من مصافي عدن، وبالتالي كان النفط سيكون يمني وتم تصفيته في مصفاة يمنية، وبالتالي لم نحتاج إلى استيراد العملة الصعبة لاستيراد المشتقات. نعم. وكان ذلك لم يؤثر على أسعار المشتقات لأنه المشتقات وصلت هذه الفكرة. وصلت هذه الفكرة. أريد أن أسألك الآن نعم أريد أسألك الآن عن الدعم هذا الذي أعلن أنه وصل ولم يصل، هل أسهم مثلا تأخر وصول هذا الدعم المعلن من قبل السعودية والإمارات في حرمان اليمنيين من فوائد الهدنة الأممية واستمرار الأزمات المعيشية ومضاعفة كذلك معاناة الناس؟ يا سيدي الكريم، منذ 7 سنوات ودول التحالف العربي والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي كلهم يعدون وعودا كاذبة بأنهم سيدعمون اليمن وسيقفون بجانب الشعب اليمني، وكل هذا ليس إلا كذب وتضليل وزيف. لأنه ما يحصل حاليا هو إضعاف وتدمير متعمد للاقتصاد اليمني، وكل يوم المواطن اليمني يصبح في وضع أسوأ من اليوم الذي قبله. على وكل هذه يعني على سبيل المثال السعودية والإمارات قبل فترة أو قبل فترة وجيزة تحدثوا عن معونات أو مساعدات لليمن بأكثر من 38 مليار دولار، وفي المقابل هناك توقعات بغض النظر عن هذه المساعدات المعلن عنها، هناك توقعات حتى أممية من هذه المنظمات التي تحدث أن الأزمة الإنسانية في اليمن ستتدهور بشكل حاد في الأشهر المقبلة بسبب ما يصفونه بالمشاكل الاقتصادية. نريد أن نتحدث باختصار لأنه لم يبقى لدينا وقت كفاية، ما هي الطرق المثلى لإيقاف تدهور الوضع المعيشي والذي يشمل غالبية السكان والاستفادة من الوقت المتبقى من الهدنة حاليا؟ يعني أول شيء الهدنة بدون فتح الطرق والمعابر ليس لها أي قيمة. ثانيا يجب أن يحصل هناك مساعدة عاجلة إلى البنك المركزي اليمني مباشرة، ويتم توريد مبالغ عاجلة في بنك الدولة بحيث تدخل السيولة النقدية للبلد وتتمكن من تغذية السوق المحلية بحيث تحرك السوق وتخلق فرص استثمارية فرص عمل تمكن المواطنين قليلا من استرداد أنفاسهم. بعد ذلك يجب السيطرة على الموارد وتقليل النفقات لتمكن البلد من الاستمرار، ما لم نحن متجهين نحو شكرا جزيلا شامل وكامل للوضع. والأهم من ذلك كما تحدثت هو يعني فتح مصفاة عدن والموانئ والمطارات اليمنية أن تعود تعمل بشكلها الطبيعي من أجل أن يعود بالنفع على المواطن بالإيرادات. أشكرك ضيفي عبد الواحد العوبلي الباحث في الاقتصاد اليمني، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذن الشكر لكم موصول مشاهدين على طيب المتابعة، على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة من اقتصاد الناس. تقبلوا تحياتي، في أمان الله.